السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير، وكنتمنى اللي باقي ما اشتركش في القناه يشترك وفعلوا زر الجرس باش توصلوا بكل جديد. وشكرا لكم بزاف على الدعم، ودعمكم هو اللي كيخلينا نستمروا. واليوم جبت لكم قصه جديده، كنتمنى تعجبكم. نبداو على بركه الله. أيام وليالي وشتا وصيف، نضل نخمل نجمع نقي حادقة وزوينة، ولساني حلو كاملة مكمولة طويلة وبيضة، والعينين كبار زوينين وضحوكية ورومانسية وحنينة وكل شي. إيوا فينك يا راجلي السقع؟ تفوم ما عندي ما ندير، هاد الرجالة بغيت ليهم العمى بقولوا آمين، اللي مخلين هاد الزين كيتسنى. هويلي على غدايدي اللي صغر مني تزوجوا وولدوا وطلقوا، أنا مازال ما لقيتو يعطيني غاد صرفيقة. حي حي حي، اسمحوا لي على هاد الدخلة الحرمانية، خدكم محرومة حاليا نوميا وحبيا جسديا جوزيا كبديا، المهم بولفاف كامل، حيدو غا الشحمة ما كنحملهاش. أنا سميتي خديجة وفي عمري 28 سنة، ساكنة في مراكش وجالسة في الدار، عندي الباك ودرت دبلوم فندقة، وكنطيب لهاد الاحتارف ديال عائلتي اللي ما فيهم فايدة يدبروا ليا على راجل دايره الزيف، وكان لبس غاج جلالب، ما عنديش مع العصري والو، الراجل اللي يجي يخطب يمشي. اوف ما عرفت علاش هذا ما يكون غا سحور دايرينو ليا مع انا زوينه. تبا لتواضعك يا وجه اللفته، انتي كتحيدي المونستاش كل 4 شهور. ما علينا، اليوم جايه خالتي وقالت لي يا هاد المرة دبرت لي على عريس، خاصني غما نكونش خضراء وصافي. وشوف هاد خالتي وجه الحبس بحال لا جايبه لي مستشار، داك الدري الزوين العامر اللي عنده لحية، داك الدري الزوين اللي عامر واللي عنده لحية واللي في عمره 28 عام وما كيعرفش يهضر بالعربية، إلا سمعتوه تقولوا هو جورج بوش. ناري سطاني حتى وليت مهولة بيه، قاعدك زهر الخيبات عليا أنا. ناري سطاني حتى وليت مهووسة بيه، قاعدك زهر الخيبات تجمع عندي أنا. المهم داك النهار وجدت الدار، صيقت وخملت البيوتة، قديتهم وبخرت الدار، صايب جوج كيكات والحرشة والمسمن، وما خليت ما درت. ودخل داك البرهوش ديال خويا المساهم الرسمي في طرد الأزواج وبقاء أخته دايرة في المنزل، قال أفينا مستاش بوش عيب؟ قلت شوية غيخرج القرون ويدخلهم فيك. قال أودي يا ودي على الحرشة، انتي تزوجي، انتي راكي غاخطية وصافي، انتي أربي لتزوجتي ها وجهي، راه غالقيتينا شادين لك الخاطر وكناكلو لك طيابك على زينك، هذا من بعد ما ضرب 5 طروفة ديال الحرشة وهزيت بما يسمى بالصندالة، ذلك السلاح الفتاك الذي لم يستطع جل المغاربة مقاومته عبر السنين، وبالخصوص الذين ليست لديهم صنطيحة لصده. شفت النمرة 45 صورت لي في الجبهة، الدري داخ، خرج مهرولا برا الكوزينة، ودخلت أم الحبيبة بدموعها، قالت الله يا بنيتي كبرتي وغتزوجي غدا تمشي، طاوعك قلبك تخلينا. قلت ليها لا عرفتي، وسيري شري كولا سبيسيال ولصقيني يمكن حسن، والله ويجي راجلي. وتبداي تغبني يا تلوح راسي من الشرجم. اكيد امي كتقول
أربي هادي ماشي هبيلة، مازالت ما شافتو وردت راجلها. قالت أمي أنتي ما مزياناش، كيفاش طاوح قلبك تخلينا؟ قلت ليها هاحي ما حولي كنقول أنا الهبال منين جايباه، قولي غا منك أنتي. هاحي على غدايدي، انتو ما عطيوني شبر ديال التيساع، ولا حيت انتي لاقية با في جنبك ووالدة ولادك وما محروماش وانا باغا تحرميني، دويش عيبية؟ شفتي انتي ما صدقتيش. قالت يا تنهز غا هنكارتي ونصورها ليك في الجبهة، ومشيت ندوش قبل ما يدخلوا افراد العصابة الاخرين، حيت كل شي هبيل وخضر الله يستر. دوشت ولبست وحيت مستاشي اللي ولا يحشم، وصايبت ديك البومادة على كمارتي حتى جيرته، شديت عكرفاسي وضربته في حناكي نسيان وفمي باش يالله نبان. وجاو الناس وخليتهم يتذكروا، ومشيت الكوزينة هزيت صينية وحطيتها وسلمت، لقيت غازي آه قلبي لا يتحمل. جلست مقابلة معاه نشوف ونضحك، وكيشوف فيا ويضحك حتى هدر الوالد، خفتو لي يزبلها ونغزتو برجلي. قال مرحبا بك ولدي، مرحبا وألف مرحبا. شوية السيد حتى بدا كيبكي، وليت حاطة ايدي على حنكي وكنشوف داك المنظر، بالذات الوالد. الراجل مسكين تفاجأ، كيحساب ليه غا شي حد مات. قال با واخا سقعو هبيلة راه غتخلي الدار خاوية. الدري بغا يهضر وهو يقاطع با، قال عارفة وليدي ما كتسمعش الهضرة وخضرة، ولكن راه جنية أربي يا ولدي إلا ما تهلا فيها. أنا بقيت غا كنبرقق في عيني، واش هذا با ولا منافس ديالي؟ ياك ما عجبو الراجل وبغى ياخدو. مسكين الراجل غا كيسرق فريقه، أما الوالدة هي اللي عجباتني. قالت أنا عارفة وليدي غتفرقك مع أمك وغتسكن بحدها وغتحرمك من داركم، راها قلبها حنين العفريتة، وخا عصبية وهمجية وعيشورية ما تديش عليها، راها كترجع من بعد ما تهرس ولا تضرب. الراجل ناض بكرامته حتى شداته اختي البرهوشة وهي تقول الزين ما نشوفكش، اجلس وباسي ليا الواتساب ديالك خلينا نهضرو في المشاريع. السيد هز صباطو وعلق، انا بقيت غير حالة فمي حتى نط شداتني غا خالتي، وهو يدخل البرهوش من لي شافهم شاديني لنرتكب شي جريمة، اجلس يغني ليا. قال لا تلوموهاش الى ناضت، لا تلوموهاش الى نيشات ماشي لخاطرها، مسكين الراجل اللي جا يهرب، اللي تسناته كيتخلع، اللي تسناته كيهرب ماشي لخاطرها، ساكنها جن تي مول الزبل محال يقبل عليه، وكي ياكل في الحرشة ويهضر. لحت كل شي وطرت عليه نريشه، كليته وما فكاتني غا خالتي، وهو يقول خويا بعدوا الكلبة المسعورة بعدوها الله يلقيها لها. آه عظامي عظامي، آه يمي عظامي عظامي، بغيت ليك العنوسة كتر من هاديك اللي فيك. طلعت لبيتي أحسن ليا لن ارتكب فيه شي جريمة، وجلست كنبكي والنوح على ظهري. وطلعت عندي خالتي، قلت ليها علاش خالتي، علاش خالتي مي وبا كيديروا ليا هكا، اش درت ليهم لهاد الدرجة ما كيحملونيش، اشنو درت؟ قالت خالتي الهبيلة بالعكس، غاداركم مساكن راهم صافي والفوق، مستحيل يقدروا يتخلاو عليك، شكون اللي اعتق باك من الموت والكريدي وهضرت الناس؟ شكون من غيرك انت؟ شكون اللي مساندهم وواقف جنبهم؟
ومعاونهم، راه هما بلا بيك مستحيل يعيشوا، فهميهم. انتي راكي هبيله وقلبك ابيض وعارفين ما غتقلقيش منهم، وفهميهم. حتى انتي كان واعدك نلقى حل وتزوجي بلا ما تبعدي على داركم. قلت والله ثم والله لبقات فيهم كاملين، كان واعدهم بالانتقام واحد واحد، يا حتى نكرههم في حياتهم، نوريهم يوقفوا ليا في ظهري. غاب اللاتي انا ليهم بالمرصاد. قالت خالتي نيت وعجبيني فيهم، هاد ليامات انا نيت جالسة عندكم. شفت فيها غاب نص عين وهزيت المخدة وبديت بيها هي الاولى. هبطت لتحت وجبت جوج حامضات ودرتهم، راسي دارني بزاف ونعست. فقت في الصباح تاني مخلوعة من داك الحلم المفرح، انا فوق العمارية وكنشير بايدي حتى كنلقى راسي في بيتي. هبطت لتحت وجبت القصرية، بردت هوايشي في العجينة، درت المسمن وفيقت التريكة الكحلة يفطروا. غا فطروا وخليت الواليد حتى خرج، والباقية هزيت ليهم الشطابة وقفت عليهم، وبالأخص ديك الصفريطة ديال اختي اللي مقابلة ليا غاش ناتفها وضفارها، زيدتهم السوسان والتخمال. الوالدة دخلتها الكوزينة تصايب شي قصرية الكسكسو هي وخالتي، وهي تقول اختي عافاكي احرام عليك رحمينا شويه، عاطي انا هاد التماره. قلت والله هاديك سخاره ابليس، وما تغسلي الزربيه، يا تنشنتفك ونبرد فيك هاد الهوايش اللي فيا. وحيدت تريكو اللي لابسه وبقيت غير بدي باردو. قال خويا اللهم ان هذا منكر، يا فاسقين يا كفار. قلت لي اشوف هذاك الداعشي، والله ما تحنا على داك الجناب الزربيه، يا تنقدد خويا الله يقطعكم اتركه القنب. غسلوا الزربيه وحطيت ليهم الثانيه، وهو يقول خويا اللهم ان هذا منكر، اين العدل، اين الحقوق، اين ال... قلت هذاك وجه الحبس، واش انت غتبقى غتأنن تما؟ حك لنجين حك ليك عينيك، وانت راسك قد الطبل، حك وسكتنا. المهم حكو الزرابي مزيان وسيقو، وبانت ليا مولات سوالف بغات ترتاح. قلت اديك خيتي، حد قال ليا غا في الواتساب، والله يا بوك يا تنجبد ليك مصارنك، وما تحكي ديك الزربيه خلاص، حكي الله يقطع ليك الحف. سالاو وخليتهم ياكلوا. داك الجن فرق رجليه وحط دلاحه قدامه وتقابل معايا وقال اوجه النحس، تي شفتي والله بحالك ما نتزوجها، واخا يصدقوها عليا غف باكيد اتع. حدي حيدت الصنداله بكل تواضع وزفيتها عليه باش يسد القوشو، وتغدينا وطلعت لبيتي. بقيت كنقلب في قشقالي، شفت فيه مازال الصولت، قلت راه مقمر بالنوامر، ندخل نمره ونصوني عليها ونقطع، نصوني ونقطع. حتى دوات ليا واحد النمره، من ظهري كان راجل عينيا حوالو، قال الو شكون مبرزطنا؟ قلت ياك الغدار ياك نكار العشره، نسيتيني ونسيتي الماضي دوي. قال نو حبيبة والله ما نسيتك. انا تخلعت، شفت هذا حتى هو دخل فيا طول عرض نكملو معاه في الهبال. قلت لا نسيتيني يا الغدار، ونسيتي الولد اللي درتي ليا في كرشي، باش من وجه غنشوف عائلتي دوي يا الغدار، خرجتي عليا ما يمكنش. وبقيت عايشة معاه الدور، حتى سمعت تكرشيخ ديال الضحك. قال كنقسم ليك يا تنقطع الوراق، شفتي انتي باينة عالم. قلت مؤنث ولا مذكر؟
وجهك كي ناقة. قال وفين شفتيني باش تحكمي عليا؟ قلت لي في أحلامي من كثرة الهيام اللي كان عشقك بيها وجه الحباسات، وليت نحلم بيك. تلاح تلاح ضيعتي لي الشارج. وهو يقول انتي مال امك، ياك انا اللي معيط لك. قلت مالك بغيتي انا اللي نعيط لك؟ وهو يقول ومالك كتنقصي؟ قلت لي راه خوا الباتري حيد نشارجيه. وهو يقول شارجيه ونهضره. قلت بغيتي تشعل فيا العافية؟ الشخص قال كيبان ليا انت هي اللي عافية، غا هضري حتى شي حاجة ما شاعلة فيك. قلت لي شفتك ولفتي تلاح ولا نتفاهم مع خويا. وقطعت عليه ودرت تليفوني تشارجة وهبط. طلع داك البرهوش الفوق وسمع التليفون ومشى جاوب. وهو يقول الو من هناك؟ قال لي هذاك الشخص اواه ما تقولش لي انت راجلها. وهو يقول له خويا لكني لست متزوجا وانا لا انتظر عروسه، من انت؟ قال لي الشخص كيبان لي انت خرجتي من شي مسلسل مدبلج قديم ومكسيكي. فينا هي مولات التليفون؟ خويا غا عرفني انا ولد الحرام؟ لا غا عرفني انا ولد الهم، كيحساب لي دبرت على عريس وبغى ينتقم. وهو يقول كتسول على هاد الهيشة المفترسة؟ ايوا ديها فيها والله حتى تخرج ليك على حياتك. سولني انا على المعاناة اللي دوزات عليا وباقا كتدوزها. قال ليه الشخص كيفاش؟ وهو يقول له خويا اش نعود ليك ومنين نبدا ليك؟ المسخوطة ضربات 8 درجال غا هاد الصباح. قال لي هذاك الشخص كيفاش زيد اشرح. قال لي خويا الاول صيفطاتو للروضه من كثره الفقصه، والثاني صيفطاتو للسبيطار الحماق من كثره الهبال، اما الثالث صيفطاتو العكاشه مسكين، والرابع هذا مسكين اداتو خطار من بعد ما افترساتو في تيراس لحقاش عندها شي سنان كيجرو، اما الخامس هذا خلاتو يدور في الزناقي كي المسطي من بعد ما سحرات ليه، والسادس كرهاتو في العيالات، والسابع خلاتو بوشعيب المستاش، وسمعني الثامن هذا انا اللي بقى فيا دارت ليه، جيت وترميت عليه وحيت ليه التليفون. قلت هو اللي غندير ليك البرهوش. شديته من رجليه ودليته من الشرجم وربطته وخليته يتهوى مزيان حتى شفت السخانة طالعة عليه. هزيت التليفون وقلت تا زعما ما كتحشمش ادوي. وهو يقول هذاك الشخص والله حتى كنت كنحساب ليك غير انت اللي مقطع الاوراق، ساعة عائلتك كلها حدي قطعت، كون بقى لكنت عايرته من تحت الصمتة. حطيت التليفون ومشيت عند داك الجن كيقول ها العار ها العار اختي لبزي هزيله ما غنبقى نعاود. قلت لي لا خليني تنشوف الثمن اش غيطرى فيه، شمش شويه راك غماليتي هاد الايامات، يحفر البوك الجدر قولوا امين. ومشيت نلبس جلابتي، درت زيفي ولبست بلغتي وهزيت ساكي وخرجت مع خالتي للمول وبقينا كندورو فيه. شحال غالي تفو بحال ما عرفت ايش كيبيعو. مشينا جلسنا في واحد القهوة وخالتي خدات عصير الليمون وانا خديت لاكلاص. جلسنا نجمعو حتى كنهز راسي وكنلقى واحد الشارف حاضني كنحضرو تاني وكنلعن الشيطان، ونهزو ونلقاه حاضيني. ما كرهتش نوض غنبونيه ونرجع. يا لطيف ظهري غا في الشراف. قلت خالتي نوضي نبدلو البلاصه. وهي تقول علاش مالكي؟ قلت شوفي داك الزمر من الصباح وهو حاضينا. دارت وبان ليها وابتسمت. وهي تقول وا بنت اختي مالكي جاك ظهرك حتى بين ايديك
وباقي عنده الجهد يحرز عليك. قلت هذاك زهر خالتي. ناري ها هو جاي. نوضي 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 نتقلعو قبل ما نصدقو في شي طايب وشي ما طايب. قالت خالتي جلسي جلسي قالك ويلي نمشيو مالكي خايفة تبتي الأرض وما تكونيش خضرة. قلت خضرة هذا المرة غدا نكون كحلة وتهني. وهو يقول السلام عليكم ورحمة الله. قلت أنا وخالتي وعليكم التيساع. وهو يقول لك زين زين ما يخالف. قلت تي هذا سعودي. وهي تقول خالتي الجنية أضربتي لي نصيب اليوم أدوي. وهو يقول ويش تحكون. قلت لي على الفار المنحوس والعقروش ايش جابك لهنا. وهو يقول انا ما فهمت والو من هادشي اللي كتقول. قلت اربي ربي حلف. وهي تقول خالتي هاديك الهدرة تفرقي على الراجل. وقالت لي تفضل جلس معانا. قال ليها الله يخليك اشنو سميتك. قلت انا خديجة وهادي فوزية. وهو يقول مرحبا بكم انا سميتي عبد الله بن عبيد بن علي بن محمد بن راشد بن. وانا نقول وحبس السي او تهدي كاملة غسمية. الله اكبر اويني على راجل هادي ما بقاتش سمية هادي رولات حالة مدنية من التصيلة حتى الفضيلة. وهي تقول خالتي ثبتي بغيت ليك اللقوة ماشي مشكل عاشت الأسامي. وهو يقول الله يخليك ما قلتيش ليا خديجة اشنو تحبي واشنو هي الهواية ديالك. قالت خالتي كتحب الشعر بزاف والرومانسية. وهو يقول مزيان مزيان بداي نسمع منك ولو غير شي مقطع. قلت اويلي يا خالتي مالي بنت ليك نزار قباني سطيتي. وهي تقول خالتي واتي غا خربقي بغيت ليك الجربة. قلت ليها اتجيك يلا ما يخالف ما يخالف اسمع هاد المقطع. قلت احبك كما يهوى الانسان الفجلة كعنقود الحصرم على الشجر كما يحب الحمام الصفر كحب الأرنب للجزر من كثرة حبي لك بطن انفجر يا من عيونك أشبه بعيون البقر وخديك كالليمون إذا انعصر ومن كثرة حبي لك سيدي الجرباء سأنتحر بمسدس من ماء باسم الحب والأمل المجهول أعشق فيك جسدك المعلول ولسانك المشلول أعشق فيك رأسك الكدروج وشكلك المعوج ومشيتك كمشيتي قط مزعوج أنا بدونك مثل الشارع بدون إنارة ومثل التقاطع بدون إشارة مثل السلطة بدون خيارة مثل السواق بدون سيارة مثل الأهبل بدون هبلة ومثل عنتر بدون عبلة ما بقاش دار جهتنا. قتلني ضحك خالتي بقى في هالحال بنت الهم بغات تجيب العبايات على ظهري. ندنا وهبطنا الجامع لفنا وبقينا كندورو وتابعنا واحد أحلف لا يخلينا نمشيو. قال وزين وغا شوف وغا عبرينا زعما عطينا اهتمام. قلت ياك ما قالوا ليك مردعاك تلاح قبل ما ندير خويا ما محله في الإعراب. وهو يقول انتي اش جهدك ما تديري كاع. قلت والو غير غنشد الزين غنصبو وغنرفعو وغنجرو وغنخلي اللي يسكنو حتى يولي مضاف إليه وتلاح. قال وقول لينا غسميتك. قلت لي بوش عيب سمية. تلاح قال نيت صيفتك صيفت بوش عيب احنا اللي مكبرين لك الشان وجايين عندك نحاشيوها ليك. قلت
ما ناويش تمشي، وانت وجهك كله مخرق بحال البغريرة. سير في حالك حسد ليك اجين، بلا ما تبقاي تهزي وتحطي وانتي كي جدة. الله يحضر السلامة. قلت لي اشوف راس طارو تلاح احسن ليك. وجراتني خالتي ومشينا للدار. دخلت وسلمت على الوالد وجلست نتسارح. حتى جاني داك صفر الحالة ديال داك البرهوج ديال خويا. قال كيف تجرؤين على فعل ذلك؟ بأي حق وبأي ثمن يا ترى درتي بيدك الحالة؟ قلت لي بأي فيلم جئتني به يا أبا قنفذ؟ الله يلقيها لك سير البرهوج، راه ما كنظلمكش، راه غدا نوض نشبع فيك عطان. وهو يقول حاليا أنا معطوب، سأتجاهلك لكي لا يأتيني أي سلاح فتاك منك أيتها الشرسة. قلت حي على عائلة كي مصمقلة. وطلعت ندوش حتى لقيت داك المشكوف كيصوني، ولقيت داك خينا. قلت انت مالنا ما نخافوش، ضحكنا معاك هجرتيه لينا اويلي. وهو يقول مال حبيبة معصبة، ربي ما تعصبي ليا وصافي الزين ديالي. قلت لي وباز لوجهك اللي مخلينو فيا هادو، كملوا لي انت. وهو يقول وانتي مالك يا الصقعة؟ قلت لي اجمع راسك، الصقعة هي خالتك. وهو يقول واختي شحال قبيحة، اجي اشنو سميتك؟ قلت علاش ياك ما بغيتي دير لي لاكارت؟ قال هي الزين مازال صغير. ليه عنده 28 عام، كي جاك باقي سنان الحليب. وهو يقول لا والله مازال صغيرة وباينة زوينة. قلت ها ها انت كتحرش بيا. وهو يقول ايوا سيري دعيني. قلت لي ما مسالياش وجهك كتبق شحال باسل. وهو يقول وحي وانتي فين شفتيني باش تحكمي عليا؟ وانا نقول راه قلت ليك كنحلم بيك، تلاح خليني نمشي ناكل راه كنسمع مصارني. قال ناري عندك تكوني غليظة وتصدميني صدمة حياتي. قلت وهي الا تكمشتي وقطعتي على هاد النمرة؟ قال لا 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 ما نصيبش ولفتك. قلت اش ولفتي فيا؟ وهو يقول هبالك. قلت ليه اشوف هداك بوكيمون الهبال هما تصيلتك. اقطعت عليه وهو يصيفط ليا ميساج حبيبة لوف. تفو جاني مراهق ناري ويكون عنده 16 عام يتندخل لمو من التليفون. وحطيت التليفون وهبط ومشيت كليت ورجعت نعست. والصباح فقت وحلفت هذا النهار لبقيت في الدار، ضروري نخرج نخدم ولا راني غدا نحماق، غدا نمشي نقولها ليهم واللي ليها ليها. اهبط وجدت الفطور جلسوا يفطروا وانا هزيت غكاس. وهي تقول امي امالك يا بنيتي غاك تخمي زيدي كولي. قلت لا امي ما قداش. وهو يقول خويا وراها نيت ولات قد البقرة خليها تدير الريجيم. أنا بكل تواضع عارفة راسي هزيت يدي وعطيتها ليه العنقرة. وهو يقول با وانت مالك الطير تفرق على اختك؟ قلت شوفوا أنا قررت نخدم واللي ليها ليها. وهو يقول با لا بنتي ما كاين لاش، راه اللي خاصك خذيها هلا كاتقشي وخذي الخلصة كاملة بنتي. قلت لا با انا بغيت نخدم وهذا قراري. نت وطلعت لبيتي وبكيت كنبكي حتى دوالي هذاك عاوتاني. قلت الو. قال لي مالكي؟ قلت ليه كيفاش مالي؟ وهو يقول كتباني مخنوقة وبحالي باغا تبكي، اش مقلق الزين ديالي؟ قلت ليه
علاش أنا هبيلة وما عندي زهر؟ مالي أشخصني حادقة وقارية مثقفة وبنت الناس؟ ما نخرج وما ندرج. وهو يقول والله أختي ما جات بهكا، راه غال مكتاب وصافي والله، ودابا ربي يجيب لك اللي يستاهلك. انتي بنت مزيانة، اشنو سميتك؟ اوكي بلاش، ولكن انتي اللي خاصكي تعرفي اش يصلح ليك. انتي بنت مزيانة وقلبك بيض الهبيلة ديالي. قلت ليه خديجة. وهو يقول اشنو؟ قلت ليه سميتي خديجة. وهو يقول متشرفين، انا معاد. سميتي معاد. قلت ليه متشرفين بيك. وهو يقول شكون انتوما؟ قلت ليه انا وهبالي. وهو يقول معاد الشرف لي سيادتكم. قلت ليه شكرا معاد. وهو يقول على اشنو؟ ما تصوريش الفرحه ديالي بيك قداش. ضحكت وقلت ليه ياك وابونوي. وهو يقول يالله حبيبة ليلة سعيدة. قلت غنهرس ليك دلقومك. قال سمحي لي يالله الخيبة باي باي. اقطعت ونعست على امل جديد. فقت ولبست جلابتي الليمونية ودرت شال ورشيت ريحة وهبطت لتحت. قلت ليهم صباح الخير. كل شي جاوبني صباح الخير. وهي تقول امي افين غادة؟ قلت ليها غادة نقلب على خدمة. وهو يقول ابا بنتي الله يسهل عليك ويرضي عليك سيري. قلت ليه واخا ابا الله يعاون. وهو يقول خويا ما هذا الكفر؟ ما الذي نعيشه؟ اين نحن؟ انا هاد المرة نيشت عليه غاب راحت يدي وخرجت نقلب على خدمة. مشيت الباتيسريات والقهاوي ما خليت فين مشيت ووالو. ورجعت للدار محطمة ومنهزمة. بقيت كنبكي حتى طلعت عندي خالتي وقالت انتي مالكي؟ قلت ليها ما لقيتش خدمة، راه قلت ليك شي عين هادي. قالت خالتي لا بنت اختي ما بانت لي عين، شوفي غراسك كي الهيشة، ما حول الرجال ما يبغيوش يتزوجوك ما يزعموش عليك. قلت ليها واش غندير؟ قالت بغيتي تخدمي ولا تزوجي؟ قلت بغيت نتزوج. وهي تقول والخدمة والتليفون كيجيبو الراجل. قلت ليها هادي كاينة الشعيبية. قالت خالتي زيدي نبدلو نولولوك ياك هكا، المهم حتى الغدا يلا هبطي تعشى. قلت ليها واخا. وهبطت خالتي ومشيت دويت مع معاد. قال خاصني نزغرت ملي تفكرتيني. ضحكت وقلت له وصافي صافي كي داير لاباس؟ قال الحمد لله لالا ملي سولتي فيا وانتي لاباس. قلت الحمد لله سيدي. قال معاد ايوا شفتك فرحانه، هي شي خديمه هادي، هي شي شركة قبلاتك. قلت ليه نو نو بالعمى والو، غير فرحانة بالانهزام. وهو يقول مزيانة لالا ايوا اش ناوية ديري؟ قلت ما غداش نفقد الامان، غنعاود نقلب حتى نلقى باباها هاد الخدمة يا بيا ولا بيها. وهو يقول معاد اجي ما عندكش واتساب؟ قلت لا عندي غانوك يا بكين. قال بغيت نشوفك. وانا نقول احلم يلا تلاح راك بديتي كتصرى كبور. قال صافي الخيبة. وانا نقول لي يلا تلاح بغيت نمشي ننعس. قطعت عليه وهبطت تعشيت وتلاحيت نعس. فقت على كمارة خالتي باش تمشي تشري لي الحوايج والحجاب اللي ليقوا بيا. ومشينا وخديت حوايج أكتريتهم تركيين. ومشينا وخديت أكترية الحوايج تركية. وأنا كنت مخشية في جلابتي كيموكا. المهم بدلت شوية اللوك. إوا صوبت سيفي ودفعته.
ودازو شي ايامات في الروتين حتى عيطوا عليا الخدمه فوطين. غدا نخدم في الكوزينه، فرحتي لا تقاوم. مشيت للدار وفرحتهم، واخا ما فرحوش. قال لي يا خويا تا هذا ما هذا، الفرحه عمت، علينا ان نذبح الذبائح ونزغرت الزغاريت. قلت لي ربي يخليك اخويا، غام اللي فرحتي ليا بعد انت. نعم ولما لا، المفترسة سترحل ولن نرى قمقومها. اختي كانت كتنيش على الدبان، احتاجت فيه نيشان. راه ماشي انا اختي، تعشيت وطلعت تلاحيت كاو، انعست وفقت الصباح بكري، غسلت وجهي وسنيناتي ولبست حوايجي وهبطت وسلمت. قاع ما فطرت، شبعانة الحمد لله، إنها الفرحة. أدخلت الأوطيل وجات عندي واحد المشوطة، قال ليك هي المكلفة، سميتها ماريا. قالت أنتي مساعدة جديدة؟ قلت ليها آه، وهي تقول تبعيني. بقينا غادين حتى وراتني الشاف اللي غدا نكون المساعدة ديالو، سميتو علي وعنده 45 عام، مزوج من نصرانية ووالد ثلاثة البنات، ومع ذلك باقي بوقوص ولد الهم. أعطاني البصلة نمشي نقشرها. تفو، بدينا صباحنا بالبصلة، جلست نقي فيها على قلبي. تبارك الله أنا حادقة، كيعطي لي أي ماكلة دقيقتين كيلقاني قديتها. قال خفيفة. قلت لي غاز الزهر ما كاينش، وهو يقول علي كيفاش. قلت له لا والو، على انا قلت شي حاجه، وهو يقول علي هانتي قطعي لي هاد الخضره على هاد الشكل. قلت واخا، وجلست كنقطع ونصايب، ويسخرني من هوك ويجرني من هوك. ما ساليت داك النهار حتى ساليت. خرجت وركبت في تاكسي، وصلت للدار مطحطحه، غاد خلت ونعست، ومع ذاك لا استسلام دوزت فيها سيمانة. الدار ما عجبهمش الحال، كنجي مدقدقة ومهرسة. أنا ما استسلمتش، مشيت للوطيل وبديت الخدمة كيف ما موالفة. وهو يقول علي خديجة. قلت وي شاف. وهو يقول علي هانتي اليوم بغيتك تصيبي ليا هذا الطبق ديال الحوت، وعندك تخسريه، وغادي نطلعو انا وياك نقدموه للناس اللي جايين عند الحاج. قلت لي اوكي شاف. دافعه سنطيحه ما كنحشمش، صايبته وحاولت نرقع. اللي شاف المظهر يقول هنا نبات. وقديناها في الطباصل وحلقنا على الحاله. قال لي يا شاف الا عجبهم الحال غادي يزيدني في الخلصه.